لكن نحن كأعضاء مجلس النواب هذه أكثر من مرة قدمنا شكاوي والادعاء العام، وكذلك أصدرت المحكمة بأمر ولائي بإيقاف تجديد شركات هاتف النقال. أعتقد هذا الأمر مشكلتنا يا أستاذنا العزيز من خلال قناتكم، مشكلة كبيرة، يعني إصرار الحكومة على تجديد هذه العقود اللي هي نعتقدها هي بالأساس عقود في بداية أمرها عقود مثيرة للكثير من الشبهات. هناك من يريد تجديد هذه العقود ومصر بإصرار بقوة. ما هي مصلحة؟ أنا أعتقد شنو السبب؟ شنو السيد برهان؟ شنو السبب؟ برأيي السبب معروف ومعروف. قل لي يا وخلي أفتهم أسمع من عندك. اليوم أكو جهات سياسية وأكو أحزاب وأكو أصحاب رؤوس أموال كبيرة تتحكم بمصير شبكات الهاتف النقال. أنت تعرف اليوم المليارات اللي جاي تهدر من هذه الشركات اليوم بالمليارات الدولارات. لحد هذه اللحظة لم يتم دفع الضرائب بصورة كاملة، هناك مديونية لدى هذه الشركات لم تقم بتسديدها، وبالتالي اليوم احنا واجبنا الاخلاقي الانساني الوطني على كل الشرفاء اليوم ان يكون لهم دور فعال في سبيل ايقاف هذه المهزلة. وما يعني صراحة احنا نسميها بشبكات الهاتف اللي اثقلت كاهل المواطن.